فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. المطلوب مننا اليوم حاجة واحدة، مطلوب من كل واحد يراجع الذاكرة بتاعته، شوف مين اللي له عليك معروف ولسه ما ردتوش لحد دلوقتي. راجع نفسك من اول كده، من البلوغ حتى، شوف بقالك كم سنة دلوقتي، ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر. راجع نفسك، قول يا ترى مين اللي له في رقبتي جميلة، اللي له في رقبتي احسان او معروف ولسه ما ردتلوش المعروف بتاعه. حاسب بقى يا ترى هم واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين، ومن دلوقتي فكر تاني ارد له المعروف بتاعه ازاي. لو له عندي هدية ولا اي حاجة يعني اردها له، قدرت ماشي، ما قدرتش اعمل ايه؟ ازعها، اقول والله يا جماعة فلان ده له في رقبتي جميل واحسان من زمان، مش عارف ارده له ازاي ومش قادر ارده له. لما تنشر المعروف يبقى انت شكرته. واخر حاجة ايه؟ ادعي له. يبقى انت برضو كده شكرت المعروف. ده الملخص بتاع الخطبة النهاردة، عشان نبقى احنا ترجمناها لايه؟ لعمل. طبقناها، نطبقها ازاي؟ انا ابتدي افكر كده، يا ترى مين اللي عمل فيا معروف قبل كده وقف جنبي وساعدني واي حاجة، يا ترى مين ولسه ما ردتلوش المعروف بتاعه، يا ترى مين فلان وفلان وفلان، اقعد اقول له جزاه الله خير او جزاك الله خير، ادعي له وانا ساجد في اي وقت. ما هو كده يبقى انا كافئته، بكافئه اهو. هو ده، اوعى تنسى المعروف، افتكره، او ان انا اشيعه اذكره، او ان انا ايه ارده له بقى، اودي له هديه، ان كانت هديه بديه، ان كان يعني. هو ده رد، ده الملخص، عشان يبقى احنا ايه بنطبق اللي احنا سمعناه طبقناه. اسال الله ان يعيننا جميعا على مكارم الاخلاق وعلى معالي الاخلاق وعلى افاضل الاخلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد واله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.